السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأمرنا بطاعته والثبات على دينه إلى الممات. خلقنا في هذه الدنيا لنؤمر بالخيرات والطاعات، فمن عمل بذلك وثبت عليه إلى الممات فقد نجا وفاز بالثواب والحسنات، وإلا فإن عذاب الله شديد لمن كفر أو فسق أو فجر. هذه الدنيا ليست هي الآخرة، وهذه الدنيا ليست هي منتهى الأمر، هذه الدنيا ليست هي الجنة، وإنما هذه الدنيا زوال، والله محول الأحوال. هذه الدنيا ساعة، اجعلها طاعة، النفس طماعة، عودها القناعة. هذه الدنيا خائنة كذابة، تضحك على أهلها، من مال إليها بلي فيها، ومن مال عنها سلم منها. هي كالحية، لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشتغل فيها بطاعة الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم خافية. من أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي. ومن دخل القبر بلا زاد كان كمن ركب البحر بلا سفينة. هذه الدنيا ليست هي الآخرة، بل انتبه واحذر واعمل بما قاله الحسن البصري: الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. كم من أناس قتلتهم الدنيا، كم من أناس أهلكتهم الدنيا، كم من أناس دكت أعناقهم وقصمت ظهورهم، كم من أناس خسروا الدنيا والآخرة في طلبهم لهذه الدنيا، كم من أناس لأجلها ولأجل المال كفروا بالله وماتوا على الكفر، وكانوا خالدين مخلدين في النار. العاقل الذكي هو الذي يثبت على الإيمان، هو الذي يثبت على الإيمان، على الإسلام، إلى أن يخرج من هذه الدنيا. فالدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تنفتن بها ولا تنخدع بها، هذه المقابر منكم قريبة
فاعتبروا واتعظوا بمن فيها، بمن تحت التراب، كانوا على هذه الأرض، كانوا يأكلون ويشربون، كان معهم المال ولهم الأولاد والأهل، كانوا كما نحن اليوم، فها هم تحت التراب، منهم في هناء ونعيم، ومنهم في ويلات وجحيم، منهم في سعة ونعيم وفرح، ومنهم في ضيق وعذاب. الكثير لا يرى ولا يسمع ما يحصل في القبر، لكن من الناس من أسمعهم الله، من الناس من أراهم الله كشف لهم فسمعوا ورأوا. وهذا يؤكد صدق الإسلام. أيها الأحبة، من اعترض على الله، من شبه الله بخلقه، من اعتقد في الله أن مشيئته تتغير في النصف من شعبان أو في رمضان، من اعتقد في الله أنه يغير مشيئته بدعوة داع أو بصدقة متصدق، لا يكون من المسلمين. من اعتقد في الله أنه قاعد في السماء أو جالس على العرش، أو أنه كالضوء أو الغيوم أو الهواء أو الروح أو الماء أو النار، أو أنه يشبه الملائكة، أو أنه بحجم السماء أو أوسع، أو بقدر السماء أو العرش أو أكبر، لا يكون من المسلمين. من اعتقد في الله الكمية، الجسمية، الحجمية، الجلوس، القعود، التغير، التطور، التبدل، الحركة، السكون، الانفعال، الإحساس، الشعور، لا يكون من المسلمين، لأنه كذب قول الله: ليس كمثله شيء. الله لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال رضي الله عنه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ فقال علي رضي الله عنه: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. وقال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. وقال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. فمن وقع في أي كفرية من الكفريات، مازحا كان أو غاضبا، خرج من الإسلام ولا يعود إليه إلا بالشهادتين، وليس بقول أستغفر الله. فمن سمعتموه كفر، غاضبا كان أو لاعبا أو مازحا، عند المصيبة في الشدة أو في الرخاء، قول له: خرجت من الإسلام. وليس شرطا أن تكون ناويا أو قاصدا أو معتقدا، ما دمت تفهم معنى اللفظ وهو كفر صريح، خرجت به من الإسلام، وعليك أن ترجع للإسلام بالشهادتين. قولوا لمن سمعتم منه الكفر: نخاف عليك من النار، نخاف عليك من جهنم، تشهد لترجع للإسلام. وبعد الشهادتين، بعدما ينطق، بعدما يقول، يعني إن تشهد ثم بعد ذلك قال أستغفر الله، ينفعه. أما من غير النطق بالشهادتين لا يرجع للإسلام. لو قال 100,000 مرة أستغفر الله
بل يزداد بذلك كفر، يزداد كفرا وضلالا، لأنه بقوله هذا كأنه يقول: يا رب اغفر لي ما أنا عليه من الكفر من غير أن أتشهد، من غير أن أدخل في الإسلام، فيكون بذلك ازداد كفرا وضلالا. إذن كيف يكون رجوعه للإسلام؟ بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. أيها الأحبة، استعدوا وتزينوا بالطاعات والأعمال الصالحة، هلموا إلى حضور مجالس العلم، هلموا إلى المساجد والخيرات، فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة، والموت منا قريب، والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد، وحرها شديد، والموت يعمنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. ونختم هذه الكلمة بأفضل الكلام، قولوا معي بصوت واحد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أعيدوها وبأعلى أصواتكم قولوها، لا تخجلوا منها، قولوا: أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام.